السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الدرس الثالث مع سلسلة تعلم قلوب 90 ثانية. النهاردة إن شاء الله هنشرح أداة النوتش. النوتش بيكون فوق بالشكل دوت، وبمجرد ما بقف عليها بيكتب لي اللي ده النوتش. بقدر إن أنا أفرق من خلال النوتش ما بين راس الكم الجزء اليمين أو الشمال، أو اللي أنا بحط فورد أو نوتش، بحيث إني وقت التجميع ابقى عارف اللي دوت نص الكم، بحيث لما اجي اركبه يكون باين لي، يعني ما يكونش فيه زيادة او نقص في الكم، بحيث لما اشربش جزء كبير في ناحية واسيب جزء تاني من غير تشريب. طيب النوتش بتستخدمه لو في حالة انا ضايف نقطة زي كده، بقدر ان انا اضغط كليك شمال فالنوتش بيجيلي بالشكل ده، تمام. طيب لو انا مش ضايف نقطة، بقدر ان انا لو عايز اعلم الكم بتاع الامام، اقدر ان انا ادوس كليك يمين على اي جزء في الخط واكتب المسافة اللي انا عايزها. وهنا زي ما احنا شرحنا قبل كده في السبليت، بقدر ان انا اضيف القيمة سواء عايز 10 سنتي من تحت لفوق او من فوق لتحت 10 سنتي زي كده، هقول له اوكي. وهاجي برضه احط نفس النوتش دوت هنا على بعد 10 سنتي من فوق لتحت بالشكل ده 10 سنتي، بحيث لما باجي اركب الكم ابقى عارف او مفرق الكم الامامي من الكم الخلفي. بقدر اعمل دوت برضو بالنسبة للخلف، بس احط علامتين للنوتش ده. بالمناسبة النوتش هو علامة زي ما قلت، بقدر ان انا احطها، بقدر ان انا اقصها بالمقص في حالة شكل 7 او ايا كان شكل النوتش. طيب بالنسبة لتغيير شكل النوتش، انا باجي بدوس عليه بيطلع لي في البروبرت اديتور هنا التايب، بقدر ان انا احدد نوع النوتش اللي انا عايزه، سواء في سواء اي سواء ال سواء يو سواء بوكس زي كده. وبقدر ان انا احدد الانجل بتاعته او الزاوية بتاعته، لو انا عايزها باي زاوية بقدر هنا احددها، وبقدر ان انا اعكسه اخليه مثلا لجوه او لبره. اوكي، شكرا لمتابعتكم، وانتظروني في الدرس القادم بإذن الله.